قديشك حزينة يا بيروت على صوت فيروز اليوم، قديشك حزينة يا بيروت من 4 آب لليوم. كل أهل بيروت وكل شخص وكل مواطن بلبنان عم بيجرب يعطي ولو بسمة أمل لكل الأشخاص المفجوعين بهالدمار يلي صار جراء انفجار بور بيروت. بستقبل هلأ ماريو غريب مدير برنامج البيئة بأركانسيال، أركانسيال اللي ولا مرة تقاعست على خدمة المواطن، ولا مرة تقاعستوا ماريو على أنه تكونوا موجودين حتى كل شخص موجوع تخففوا شوي صغيرة من أوجاعه. اليوم الوجع كبير، شو رح تقدروا تعملوا؟ وين البيئة؟ وين كل المعالم ببيروت؟ الدمار كتير كبير، شو عم تقدروا تعملوا ماريو؟ يعني صراحة قدام كل هالوجع، قدام كل هالموت، ما بعرف شو بعد الواحد بده يحكي. يعني حتى لو في مبادرات عم بتساعد، بس قد ما نساعد ما في شيء رح يعبي فراغ اللي راحوا ويرجع يعمر أو يرجع الأمور مثل ما كانت قبل. يلي عم بتجرب تعمله أركانسيال هو مش انه تبني شيء جديد، بس تخلي نوع من هيك شيء ثابت بحياة الناس يلي تغيرت كلها من بعد انفجار 4 آب. ويا ريت كلنا ما كنا موجودين، لانه لو كان في دولة مزبوط ما كان صار الانفجار، ولو كان في دولة مزبوط كان في هيئة عليا للكوارث يمكن عم تشتغل وتساعد هيدي الناس، بدل الناس تساعد بعضها ونتكل دايما على المبادرات الفردية والتمويل الخارجي وكل هالقصص. بس على الرغم من كل هالظروف، أركانسيال مثل الملك الحارس، بكل بيت في كل واحد عنده علاقة معينة مع أركانسيال، إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. من هيدا المنطلق سمحت لحالة أركانسيال إنه تفوت على بيوت الناس، تقدر تعمل assessment أو تشوف شو ناقص بهالبيوت، شو لشو هالناس بحاجة. ومن هون بغتنم الفرصة لتوجه للعائلة اللي كانوا عم بيتصوروا اليوم عبر الام تي في، انه يتواصلوا على النمر يلي رح تقطع بعد شوي يمكن على الام تي في، تا نقدر نشوف كيف فينا نساعدهم نحن، لانه نحن هيدا جزء من الشغل اللي بنقوم فيه. نعمل مثل احصاء من ضمن البيوت يلي عم نزورها، بنشوف شو ناقص، وعلى اساسها البرامج المعنيه بالكارثه بأركانسيال رح تتدخل. يعني ان هن بحاجه لمساعده طبيه نحن موجودين، ان هن بحاجه لادويه لامراض مزمنه نحن موجودين، اذا نحن فينا نظبط شوي بالبيت بطريقه بدائيه بس تنخلي العالم ببيوتها لما تفل من بيوتها، نحن كمان بنساعد على هذا الصعيد. واكثر كمان هلا رح نبلش باعاده ترميم العفش الاساسي للبيوت. وقت بحكي عن عفش اساسي عم نحكي عن عمليا تخوته وصوفة وطاولات وكراسي بس تخلي العالم يكونوا موجودين وقاعدين محلهم. وبالاضافه لهيدا الموضوع عندنا الشق البيئي. نعم. الشق البيئي ماريو، قبل ما اوصل للشق البيئي بس خليني اقول لامين ديب اذا كان بعده موجود بهالمنزل عند الست يلي كانت عم بتقول انه ما حدا ساعدها، انه اليوم أركانسيال مستعده انه تقدر تساعد بالقد ما مقدوركم، يعني قد ما قادرين نساعد لحتى تقدروا تساعدوها لترميم بيتها او تسكيره. صح. يعني او اي شيء. صح. فامين اذا عم تسمعني بليز بتتواصلوا مباشره مع أركانسيال. اليوم لما عم بتكونوا موجودين يعني شو عم تقدروا تأمنوا ماريو؟ يعني قبل ما نوصل للشق البيئي اللي هو شيء كتير مهم أكيد، بس شو عم تقدروا تأمنوا لهالناس؟ وأنتوا كمان تضررتوا بحريق بيروت آخر مرة بالدمور. صحيح. وراح مركزكم. صحيح. كليا يعني. صحيح. كمان أنتوا عم تشتغلوا من عزية الروح يعني. صحيح. نحن اللي عم نقدر نقدمه مثل ما قلت لك، نحن مش عم نتنافس مع الجمعيات او المساعدات الثانيه، عم نجرب نكمل بعض. يعني بالمحلات يلي ما في تدخل نحن عم نجرب نتدخل. البيوت الناس يمكن بحاجه لاكل، نحن موجودين. هن بحاجه لتظبيطات بدائيه بالبيت ليقدروا يكفوا يعيشوا، نحن موجودين. اعاده ترميم فرش نحن هون.
نزودهم ببعض القطع بالبيت الأساسية، صحون، شوك، اتسترا. بلشنا دونيشن، نتلقى دونيشن بهذا الخصوص لنساعد العالم. وأهم شيء في الجزء التقني الطبي، يعني وهيدا مثلا كرسي مدولب، عكيزات، بروتيز ببعض الأحيان، وكمان سيرفيس فيزيوثيرابي بيجي هيدا بمرحلة لاحقة من بعد ما يكونوا كل الجروح وكل الأذى اللي تعرضوا له الناس، إذا بديك لحم لا يقدروا يفوتوا بموضوع الفيزيوثيرابي. وأهم شيء عم نأمن الأدوية خاصة للأمراض المزمنة، سكري، قلب، اتسترا، لكن كمان العالم ما تنقطع، لأنه في غياب تام للدولة بهذا الموضوع. مثل ما شفنا من أول أيام الانفجار، الناس كلها نزلت على الطريق بلا ما تعرف قدي المباني اللي عم تمشي بيناتها هي آمنة أو قابلة للصمود أو لا، بلا ما تاخد بعين الاعتبار الكمامات بغض النظر عن موضوع كورونا أو لا. في هواء سام كان موجود لفترة، والكل تنشأوا لأنه الكل اللبناني عنده نخوة، ما عادوا يفكروا بحالهم، صاروا يفكروا بغيرهم، صاروا يفكروا كيف بدوا يساعدوا غيرهم. وهيدا الشيء كتير كتير يمكن رح يأذي الصحة، خاصة الهواء اللي تنشأناه بأول مرحلة. يعني نيترات دامونيوم بالهواء كتير بيأثر على صحة الناس وعلى على على استمرارهم بصحة سليمة. فالماسكات وحتى قصة كيف يتعاطوا بالمواد العفش، يشيلوه، يتصرفوا بالإزاز، وكل الدمار كيف بدون يشيلوه أو كيف يتصرفوا فيه ما تاخد بعين الاعتبار، لأنه ما كان في إرشادات أنه كيف يرشوا ماء، كيف يسكروا كيف يسكروا البلاكين وشبابيك اتسترا. وإجا الشتاء كمان، يعني وإجا الشتاء كمان في منهم بيقولوا شغلة إيجابية لأنه غسل كل الغبرة، بس الخطر هو بالغبرة اللي موجودة فيه، الموجودة على الإزاز، الموجودة على الردم. هيدي الغبرة لازم تنشال قبل حيلا مانيبوليشن، وينلبس كفوف ودايما ماسكات بغض النظر عن وجود كورونا أو لا. فهيدي الأمور كتير أساسية للعالم تقدر تستمر. يعني ما بيكفي كورونا والوضع المالي، كمان إجتنا مصيبة الانفجار، فكل هول اللي لازم نعرف نتعاطى فيهم، وما في إرشادات من الدولة، وهيدا الشيء اللي عم نجرب نقوم فيه. والجامعة اليسوعية من خلال كلية العلوم أصدرت إرشادات بهذا الخصوص. ماريو، يعني عم نحكي بألوف من البيوت يلي تدمرت، قدي اليوم الإنسان بيقدر يحصى هالدمار، وقدي منقدر نبلش نشتغل يعني بتوازي؟ يعني عم بيصير بمنطقة أكتر من منطقة، عم بيصير بحي أكتر من حي، يعني كيف تقدروا تنظموا شوي هالأمور؟ يعني رانيا، المشكل مش بالإحصاء، المشكل ما بعد الإحصاء. كيف العالم بدها ترمم هالبيوت؟ من وين بدها تجيب المصاري؟ الجمعيات فيها تقدم ألواح زيز، تزبط كم باب، بس في قصص جوهرية أكتر إلى علاقة بالبنية التحتية يلي هي بالأساس الحد الأدنى. هولي مين؟ هولي مسؤولية الدولة، ونحن الجمعيات موجودة بالأساس لتكمل أو لتدعم الدولة بمحلات، بس مش لتحل محلها. أكيد. فهيدا هو السؤال. في شركات هندسة، حتى شركات الهندسة يلي عم بيشتغلوا على المناطق وعم بيقسموا بيروت تيفوتوا بطريقة منهجية، عم بيوصلوا بس لموضوع الاسسمنت. ونفس الشيء امبارح كمان على الام تي في عشية تبين كمان انه الجيش كمان عم بيعمل هيدا الاحصاء. طب الاحصاء كتير منيح، بس ما بعد الاحصاء شو؟ والاحصاء شو عم بيشمل؟ بس الشوارع الرئيسية بالمناطق المنكوبة، اما الشوارع الرديفة كمان يلي يمكن في كتيرين ما عم بيسألوا عنهم لهالعيال يلي موجودة بالشوارع الملاصقة. يعني هون اذا منشوف بهالحي اللي نحن قاعدين فيه اليوم ماريو، يعني اذا منعد الشقق بيطلعوا يعني بالخمسين مية شقة. صحيح. يعني هون حي هيك شوي مقفي، ما بعرف، في ناس عم يتفاجئوا لما بيشوفونا قاعدين هون انه اف ليك الحي كيف تدمر، بس كل بيروت هيك يعني. صحيح. الأشرفية كلها هيك. صحيح. الدمار بكل الأحياء الصغيرة والكبيرة، بل بالعكس يمكن الأحياء الصغيرة تضررت أكتر لأنه الأبنية شوي أقدم، يعني هرجلة أكتر. صح. وما فيها متابعة، وهلا عم نسمع كيف المالكين والمستأجرين القدامى كيف فايتين هلا بالنزاع، وكيف في بعض الناس عم بيستغلوا هيدي الظروف كمان بغياب للدولة، غياب تام للدولة. الجمعيات كل واحدة بالاختصاص تبعولها عم بيجربوا يقدموا هالمساعدات. نعم. ماريو، اليوم انتو لشو بحاجة؟ نحن بحاجة لدعم، ان كان لمتطوعين ليساعدونا نقوم ونساعد اكبر عدد ممكن من الناس. نحن بحاجة لدعم لنأمن ادوية قد ما فينا للعيال يلي عملنا احصاء معها. نحن بحاجة لدعم بموضوع إعادة تدوير الإزاز يلي عم بيكون شغلة أساسية، لأنه أغلب الكميات تبع الردم
للأسف ما في سياسات عامة أو قوانين واضحة بموضوع التخلص منها، فعم بيكون مصيرها يا الكب العشوائي ببعض الوديان، البعض عم بيستعملوه لردم البحر إن كان بالمرفأ أو بمحلات تانية، والباقي يمكن عم بيروح على المكبات والمكبات أو المطامر العشوائية. فبظل هيدا الغياب وبظل أنه يمكن تكاتف القطاع الخاص خاصة مع بعض الجمعيات، عم نلاقي حل لهيدا الموضوع. فبالوقت الحاضر مثلا أركانسيال عم بتجمع بالتعاون مع جمعيات كتيرة وشركات خاصة كتيرة، عم بينقلوا لنا هيدا الإزاز على شقفة أرض خصصتنا إياها بلدية بيروت بالتعاون مع مبادرة الجوار بالجامعة الأمريكية لبيروت، تنقدر هلأ بالوقت الحاضر نخزن هيدا الإزاز ونعمل له بروسيسينج بعدين ونحوله لرمل، وهيدا الرمل رح ينفرز حسب القياس تبعه للإزاز البارتيكل تبع الإزاز، وجزء منه رح يروح لإعادة دمجه بالبيتون، وهيدا البيتون يمكن يستخدم لإعادة البناء يمكن بمحلات كتير، والجزء يلي ما فينا نستخدمه لهيدي الغاية رح يروح لإعادة تأهيل بعض الكسارات بالتعاون مع جمعية الـRI. ماريو غريب مدير برنامج البيئة بأركانسيل، شكرا لك، تواصل معكم دائم، نطلب من كل الناس ما يترددوا ويحكوا مع أركانسيل، كل شيء موجود عبر الويب سايت عبر السوشيال ميديا أيضا، أركانسيل جاهزين ما بيقولوا لا لحدا، أكيد على قد مقدورهم حاليا. شكرا لك ماريو.